دائما بس تفتتح شيء او تفتتح بروجرام لازم يكون في عندك ضربه. ف اي هوب هيدي السنه الضربه رح تكون كثير قويه. اذا عم نحكي عن الاوبننج او هو النشيد بكلفنا تقريبا جمعه اللي هو او جمعتين اللي هو اول ما يوصل الطلاب ليطلعوا اول مره لايف. ما في نوع محدد حابب انه يقدموا الراقصين او الطلاب، لانه مثل ما قلت قبل انه عبالي كثير نوع، عمالي اعمل انواع رقص جديد نبرم العالم برقصاتنا.